والآن ننتقل من الندم إلى زوايا المراسلين وزينب المشاط من العراق، بلوجر عراقية تتسلل إلى مخيم المنتخب الوطني في الأولمبياد. ما هي القصة زينب؟ صباح الخير. صباح الخير زينب. صباح الخير ليث، صباح الخير نور. نعم، بلوجر عراقية إيناس البغدادي تسللت إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي العراقي خلال استعداداته لأولمبياد باريس 2024، وتسببت باستبعاد اللاعب إبراهيم بايش من تشكيلة المنتخب. القصة أن البلوجر صورت فيديو وانتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص وتغني إلى جانب اللاعب، وأثار الفيديو غضب الجمهور لأنه يعني وجد أن هذا الفيديو استهتارا بالاستعدادات المؤهلة أو استعدادات المنتخب للمشاركة بأولمبياد باريس 2024. طبعا يعني خضوعا لغضب الجمهور، أصدر مدرب المنتخب راضي شنيشل قرارا بإبعاد اللاعب. الآن تحاول إدارة المنتخب يعني الضغط بجانب إعادة اللاعب لتشكيل المنتخب وعدول المدرب عن قراره. طبعا يعني خلال الأيام القادمة يوم 24 تموز سيكون هناك أولى المباريات للمنتخب في هذه التصفيات، وسنرى يعني ما إذا كانت تشكيلة المنتخب ستضم اللاعب إبراهيم بايش أم سيستمر يعني قرار المدرب بإبعاده. وموضوعنا العراقي الثاني زينب، صفحات طبية وهمية، شو القصة؟ نعم، للأسف هنالك صفحات طبية وهمية تنتحل شخصيات كبار الأطباء العراقيين. مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من العراقيين يعني ذكروا أنهم خلال بحثهم عن عيادات أو عناوين عيادات أطباء يعني موجودة على إنستغرام أو فيسبوك، صادفوا أن هنالك إدارة لبعض الصفحات التي تنتحل شخصيات كبار الأطباء العراقيين. هذه الإدارات تطلب منهم إرسال أو وصف أعراضهم المرضية من خلال رسالة، وتصف لهم العلاج في يعني برسالة إلكترونية، وتطلب منهم أن لا يراجعوا عيادة الطبيب ويكتفون ب يعني وصف العرض الطبي برسالة إلكترونية. ترسل هذا، نعم جدا خطير الموضوع، ويعني اللوم لا يلقى فقط على الصفحات، أعتقد على الشخص نفسه، يعني كيف يثق بأن يعني يصف عرضه الطبي لي صفحة وهمية ويأخذ علاج من هذه الصفحة. على أي حال يعني الصفحة تقوم بإرسال العلاج عن طريق مندوب توصيل إلى الشخص في منزله، ليكتشف الشخص أن العلاج هو عبارة عن حبوب توضع بأكياس لا تحمل أي عنوان لمنشأ الشركة التي يعني صنعت الدواء أو اسم الدواء أو عنوان للبلد المصنع لهذا الدواء. يعني المواطنين الذين تعرضوا للاحتيال يعني رفعوا شكوات كثيرة للجهات الأمنية، وبعضهم اشتكى إلى شركة ميتا التي تدير فيسبوك، وبانتظار يعني اتخاذ إجراء اللازم. يعني الاحتيالات المالية هي خطيرة أصلا، لكن الاحتيالات الطبية أخطر، يعني هي درجة أخرى من الاحتيال، التلاعب بصحة الناس، هذا موضوع خطير جدا. شكرا جزيلا لك زينب المشاط، مراسلة صباح العربية من العراق. شكرا زينب.